السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا في إطلالة جديدة وحلقة جديدة من برنامجكم صوت الناس. هذا البرنامج الذي نستمع فيه دائما إلى كل ما يهمكم من قضايا وأحداث تشغل بالكم، لنسلط الضوء عليها ونطرحها على المسؤولين، على أمل أن يستمعوا إلى صوتكم في برنامج صوت الناس. كما يسعدنا مشاهدينا أن نتلقى مكالماتكم ومشاركاتكم كذلك عبر الأرقام الموضحة أمامكم على الشاشة. ومعنا الآن عبر الهاتف أبو إبراهيم من السعودية. أهلا بك أبو إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك أستوفي، يبارك فيك حضرتك. أهلا بك. طبعا الحمد لله احنا شيعنا شهيد يوم الخميس وبنشيع شهيد تاني النهاردة. بس أنا عايز أطمن أهالي الشهداء إن ربنا سبحانه وتعالى عادل والقصاص يأتي لا محالة. وفي فيديو على اليوتيوب، يا أستاذ توفيق لأم عسكري من اللي ماتوا في سيناء. هي بتقول بالحرف الواحد إن ابنها كان بطل وكان بيقتل الناس وكان بيضرب الناس وكان بيولع فيهم وكان بيولع في جثثهم، واعتراف صريح على قناة صدى البلد من أم. أنا أقول شهيد، أنا مش ليها دعوة باللي كان بيعمله، وكان عبد المأمور كان بينفذ أوامر القادة بتاعته، وهي قايلة أسمائهم وقايلة الضابط فلان والعقيد فلان، وكان بياخدوه معاهم في كل حتة عشان بينشن حلو. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى. عايز أقول إن الحقيقة هتبان في يوم من الأيام. الظلم، لن يسود العالم، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الحق وسينصر الحق. فالحقيقة هتبان، مهما الناس المتشدقين اللي بيطلعوا يقول لك خلوا عندكم وطنيه وخلوا عندكم مش عارف ايه، وده الجيش بتاعنا، وده ما اللي في الجيش دوت مصري، واللي بيموت في السجن ده مصري، واللي بيموت في المستشفى مش لاقي علاج مصري. يعني ما في ايه الفرق؟ انا عايز افهم ايه الفرق. يعني اما الناس اللي اتحرقت في الاوتوبيسات وولعت في الاوتوبيسات وماتت في الحوادث ما تعمل لهمش حداد، والعساكر اللي ماتوا يتعمل لهم حداد؟ طب ما ده مصري وده مصري. اخبر حضرتك ده مصري وده مصري، ولا في عنصريه عندنا؟ احنا في عنصريه عندنا في البلد، مش عارفين مين اللي وطني ومين اللي مش وطني. هو طبعا كل الدم المصري حرام، ويعني بنعزي كل اسر الشهداء، نعزي كل اي انسان مات من اول 25 يناير لغايه النهارده. كل فرد من شعب مصر، سواء مات في حادثه، مات في بالقمص، مات قصدا، مات وهو ضابط شرطه، مات وهو عسكري، مات وهو عامل زباله، كلهم مصريين. مفيش مزايده على حد، ونزعل على الناس كلها، ما نزعلش على فصيل ونسيب فصيل. مفيش تميز عنصريه، مفيش، حتى المسيحي حتى المسلم الكاب، كلنا مصريين، مفيش حد زايد على حد يا استوفي. مفيش واحد كل شويه يطلع يشتمنا ويقول لك انتوا خونه وانتوا بتاخدوا فلوس وانتوا اخوان. يا عم عمرنا ما شفنا الاخوان، يا ريتنا كنا اخوان. الواحد دلوقتي يتمنى وكان يتشرف انه كان يبقى تبع الاخوان في يوم من الايام، لكن احنا شفنا الظلم بعينينا ومش قادرين نصده، مش قادرين نصد عن بناتنا، بتختطف قدام عينينا، مش قادرين نصد عنهم الظلم، بناتنا بيتاخدوا ويحبسوا. شكرا لك ابو ابراهيم من السعوديه. رقيه من القاهره، اهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اولا انا بدعي بالرحمه لابو بكر القاضي ولكل ابو بكر في مصر، وبقول لاهلهم حقهم راجع ان شاء الله، ده اولا. ثانيا انا سمعت اخر حلقه فعلى مسؤوليتي اللي قدمها السيد محمد كمال عضو المكتب السياسي ل 6 ابريل، وكان ليا عليها شويه تعليقات. السيد المحترم بدا كلامه بجمله انيقه جدا، قال لا يوجد مسار سياسي يعجب على الاقل اغلبيه المصريين. ده كلام هو قاله حرفيا. انا بساله بقى، يا ترى سيد كمال سيادتك توصلت للحقيقه العبقريه دي منين؟ فتحت لها مندل ولا هبت لها الكف؟ والله حكايه الاغلبيه والاقليه دي الناس بتحددها بالصندوق، الصندوق اللي انتوا دلوقتي مش عايزينه، وخمس مرات ترفضوا نتائجهم، استفتاء ومجلس الشعب والدستور والرياسه، ولا تحبوا نفكركم؟ الصندوق هو اللي نقدر نعرف منه الاغلبيه من الناس مع اي مسار، ولا رايك ايه يا سيد كمال؟ وبعدين في كلامه برضو قال احنا اتحدنا كلنا في 25 يناير في 18 يوم، انا اقول لك بقى ليه اتحدتوا في 18 يوم يا سيد محمد؟ عشان ما كانش لسه جه الصندوق يعرفكم قد ايه يسار انتوا اصحاب فكر منبوس في مصر. المصريين التدين جزء من تركيبهم الجيني، يا راجل ده احنا الرقاصه عندنا في مصر بتروح تحك، فما بالك بباقي الناس؟ فلما تيجي تقول لهم لا سياسه في دين ولا دين في سياسه، وهم مؤمنين بنصك ومحياي ومماتي لله رب العالمين، عايزهم يعملوا معاك ايه؟ ياخدوك بالاحضان؟ وبعدين كمان المرء مخبوط تحت فلاتات لسانه، في وسط كلامه من غير ما يقصد هو قال الكل في ال 18 يوم اتحدوا، المحجبه مع ذات اللباس الحديث، ارجو الناس تركز، المحجبه مع ذات اللباس الحديث، ده معناه ان المراه الحديثه في نظرهم هي السيده غير المحجبه، واجبت التبعيه العكس صحيح، والسيده
المحجبة لا تعبر عن الحداثة في نظره. أدي مفهوم اليسار للحداثة، التحرر مش الحرية، التحرر. وفي فرق بين الكلمتين، إن المجتمع يتحرر من كل شيء، من كل. طيب شكرا لك، فقدنا الاتصال. رقية من القاهرة. معنا عادل من السعودية، فقدنا الاتصال أيضا. إيهاب من كندا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا أحب بس أقول رحم الله شهدائنا في مصر وسوريا وفي غزة وفي كل بلاد المسلمين، لأنه يعني حاليا واضح أنه تقريبا كل القتلى اللي في العالم كله كلهم مسلمين، بقيادات ناس أمثال السيسي وأمثال حفتر وأمثال الناس ديت. وأنا لسه النهاردة شايف الفيديو الصادم بتاع اللي هو تنظيم الدولة أو داعش زي ما بيقولوا، أنصار بيت المقدس. أنا عايز أعرف يعني إحنا دلوقتي ابتدينا مرحلة جديدة، يعني مثلا هل هي الخروج عن السلمية؟ فهل ده مثلا جزء بسيط من اللي ممكن يحصل؟ ممكن السيناريو يعني بعد تهجير أهلنا في رفح كم ألف ممكن ينضموا للناس دي؟ بقى معاهم أسلحة، وأسلحة يعني واضح إن هي مش ما هيش أسلحة خفيفة، يعني أسلحة من دبابات ومدرعات، وآلاف المظلومين سواء في سيناء أو في القاهرة أو في السجون. يعني أنت أستاذ إيهاب، هل أنت شايف أن ما يجري الآن في سيناء من تهجير الأهالي وعمليات عسكرية متواصلة سيؤدي إلى تزايد الحاضنة الشعبية للذين يحملون السلاح؟ هو طبعا يعني مش كل البشر عندهم نفس ضبط النفس بالسلمية والالتزام بالسلمية، خاصة لما الموضوع يتعلق بالدم وبالأرض وبالعرض. وفي نفس الوقت يعني كان على الأقل ما كانش السلاح منتشر، دلوقتي اللي خلاص يعني دلوقتي الموضوع انه الأسلحة بتتاخد من الجيش في عز الظهر، وفي نفس الوقت ما فيش واضح ان هو الجيش مش مدرب، واضح انه ما فيش عقيدة قتالية او ما فاهمينه، او ده دليل انه الجيش اتعود ان هو يقتل مدنيين، ما اتعودش ان هو يدخل في مواجهة مع مسلحين. يعني انا بستغرب على اللي يقول لك اعتصام رابعة مسلح، اهو جاله المسلح عمل ايه؟ قاعد يجري بالدبابة قصاد رشاش، يعني رشاش خلى الدبابة تجري على الناس اللي بتقول انه رابعة كان اعتصام مسلح. فين بقى الاسلحة؟ فين واجهته زي ما بتقولوا يعني فضيته رابعة؟ طب فين بقى المواجهة مع المسلحين؟ مفيش. فهو واضح انه الوقت بقت يعني داخلين، احنا انا اللي انا شايفه ان احنا داخلين على مرحلة جديدة، وهنسمع اخبار من نوع جديد بقى، يعني تفجير كنيسة القديسين، تفجير امن الدولة، بقى واضح ان هو كان تمثيليات، زي ما يكون عهد التمثيل خلص وداخلين بقى على عهد جديد. عهد جديد في الاخبار وعهد جديد في الحوادث اللي هنسمعها. طب هو الحديث في الموضوع ده طول يعني. يعني كنت اود ان اكمل معك هذا الحديث، لكن معذره معنا اتصالات اخرى. شكرا لك ايهاب من كندا. ابو فوده من سوهاج، اهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ توفيق؟ اهلا بك ابو فوده. تحيه لاهل قطر والاخواتنا الشغالين في قناة الجزيرة، المصريين اللي قاعدين في قناة الجزيرة المحترمين اللي رافعين رؤوسنا. أهلا بك، تفضل أبو هود. يا ولد عمي، البارح ورتنا اتصاب في خرطوش في سيدي بشر امبارح. ولد أخويا اتصاب. دلوقتي بعمه، أنا عاوز نناشد إخواتنا بتوع الجيش. دلوقتي بعمه، إحنا بنقول لحد دلوقتي أنتوا إخواتنا. ولاد عمنا وانتوا اللي حاميين مصر. الواد امبارح رفع ايديه واقف هنا مش قبلي، والخرطوش رمى رجليه من غير سبب. دلوقتي ابو عمو انتوا لبسناكم البدل دي، ومسرتناكم السلاح، وشرينا لكم الدبابات الرعاق عشان تضربوا عيالنا. يا ولاد بنقولوا انتوا ولاد عمنا واخواتنا، كده مش هينفع. يا ولاد احنا دلوقتي بنقول لحد النهارده، احنا بنقول احنا اخوات ولاد عم، وما فيش حاجه بناتنا غير ان انتوا حاميين البلد. بس اللي انا شايفه دلوقتي انتوا بتضربوا عيالنا ليه؟ انا عايز حد يرد عليا. الشرع والدين دلوقتي بيقول لي من تعدى عليك اتعدى عليه بمثل ما تعدى عليك. انتوا هتوصلونا لحد فين؟ بديش يفوقوا. احنا عيالنا ملهاش ذنب في اللي بيحصل، عيالنا مش عاجبها الوضع غلط.
المسلمين بيموتوا ليه؟ ليه بيموت المسلمين من غير سبب؟ انا عايز حد يرد عليا من اهل الدين. ليه من غير سبب الواد يتخرج بلا خرطوش في رجليه ولد عمنا؟ مش هينفع كده. دلوقتي انا معايا سلاح مرخص. لو انا رديت عليه وقلت ده ولد عم اتضرب في رجليه واتصف الخرطوش هيقولوا ده ارهاب. دلوقتي انتوا بتجرونا لحد فين؟ انا عايز حد يرد عليا هتجرونا لحد فين؟ السيسي يا اولاد هيجرنا لحد فين؟ حد يرد عليا انتوا بتحمونا ولا بتقتلونا؟ انا عايز حد يرد عليا النهارده ضروري. انتوا هتجرونا لحد فين يا اولاد عمنا؟ شكرا لك، شكرا لك ابو فوده من سوهاج. معنا ابراهيم من المنوفيه، لكن ننوه قبل ان نستعرض هذا الاتصال، لان ما يظهر على شاشه الجزيره مباشر مصر هو تشييع جنازة أبو بكر القاضي الذي لقي حتفه داخل سجن بصعيد مصر بعد صراع مع مرض السرطان أصيب به قبل 4 أشهر، ورفضت إدارة السجن حجزه بمستشفى أسيوط الجامعي لعلاجه. معنا إبراهيم من المنوفية، أهلا بك إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. انت عمالين تشرحوا في مصر وتطلعوا مصاريمها بره. طب دخلها انت بقى، قول لنا بقى، قول لنا انت بقى العكس. قول لنا العكس. انتوا قلتوا لنا العار يا اخي، حرام عليكم. طب قول لنا العكس. طب اهدى بس كده وكلمني بشكل موضوعي. عايزك تبقى هادي وتتكلم بشكل موضوعي. واخد بالك؟ انت ايه اللي شايفه كويس قول لنا عليه. يلا اتفضل. شايف ايه يا ابني؟ انتوا عمالين ابراهيم سامعني؟ اسامعك. طيب نتكلم بالراحه وبموضوعيه، نتكلم عشان ايه الحوار يمتد معانا. انت ايه اللي شايفه كويس في مصر دلوقتي؟ الراجل اللي طالع يقول لك ابن اخوه اتعور وابن اخوه اللي هو زبون عندكم كل يوم دايما، في ايه؟ اخوه ده راجل كذاب. طيب احنا ما ينفعش تكذب حد، واحنا ما بنصدقش حد ولا نكذب حد. احنا بنقول ان كل يعني ما يعرض على الشاشه. اسمعني يا ابراهيم، وخليك كده ايه يعني ايه مستمع جيد. احنا كل ما يعرض على الشاشة انتوا حضراتكم المشاهدين هم اللي بيقولوه، بيبقى على مسؤولية المشاهد. نحن لا نؤكد ولا ننفي هذه الأخبار إلا من خلال مصادرنا الخاصة إذا تأكد لدينا ذلك، وبالتالي هذه أخبار مع وقف التنفيذ. واخد بالك؟ فدي أراءكم انتوا وأخباركم انتوا، هو البرنامج طبيعته كده. يا أستاذ قول لنا بقى انت أخبار حلوة عايز تقولها لنا، اتفضل. اقول لك قول لنا اخبار حلوه عكس الاخبار الوحشه اللي اتقالت من شويه. البلد بخير يا حاج، فيها المشاريع شغاله 100 100. زي ايه؟ 100 100 في البلد. زي ايه طيب؟ كل حاجه عماله من راس طرق. طب يا رب يا رب تبقى احسن كمان وكمان، بس قول لي زي ايه؟ طيب قول لي زي ايه؟ انا بقول لك اهو مشروع قناه السويس. طيب ايه تاني؟ راس الطرق، انظمه المواصلات بقت 100 100، كل حاجه في البلد يا حاج خير وحلوه. طب انت فين في المنوفيه ساكن؟ انت ساكن فين في المنوفيه؟ انا ساكن فين في المنوفيه؟ في النوف. فين؟ في النوف. طيب يعني انت بتتكلم على مستوى منوف ان المواصلات فيها كويسه و على مستوى الجمهوريه بحال. انا راجل نفس الجمهوريه بحال. ايوه لفتها في كام يوم يعني؟ في كام يوم؟ انا راجل يا حاج راجل. في الاخر انت ساكن في منطقه ممكن تبقى بتسافر في حته تاني مثلا شغلك في حته تانية وبترجع لها، لكن اكيد ما تقدرش ترصد الوضع كله في مصر. انت تقدر ترصده مثلا في المنوفيه، في بلد تاني، في مدينه تانية. يا استاذ محترم، يا استاذ اتفضل. الاخوان دول عاملين زي مرض الابولا. مالناش دعوه بالاخوان بقى، احنا دلوقتي انا سالتك سؤال عن فكره ايه الوضع الكويس اللي انت شايفه في مصر. خلينا نناقش الموضوع ده بشكل موضوعي. يعني سيبك من الاخوان على جنب، هم خلاص سابوا الحكم وحصل لهم اللي حصل لهم. احنا دلوقتي بنتكلم على الوضع في مصر اللي انت شايفه كويس. ايه تاني غير قناه السويس حضرتك بتقول ان هو الوضع بقى كويس في مصر؟ بيجوا الفجر 5 دقايق ويروحوا، لو اهلي شافوهم هيقطعوه. ده اللي بيجيبوه على قناه الجزيره كل يوم. طيب شكرا ليك يا ابراهيم من المنوفيه، الظاهر انت متعصب شويه. معنا ابو مصطفى من القاهره. اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا اقول لحضرتك بقى كويس في مصر. اتفضل. السيسي اول حاجه تحيه ليكم انتوا شخصيا، لان كنتوا ناس مؤدبه، وانا قلتها قبل كده اتمنى من الله عز وجل ان اولادي يطلعوا زيكم. الحاجه الثانيه تحيه للصور اللي في الشارع. اما اللي السيسي عمله كويس انا اقول لحضرتك حاجه، سلم سينا دلوقتي لاسرائيل.
حضرتك لما بيبحثوا وزاره توسيع القناه. طب احنا عايزين كلام بقى يبقى ايه في دليل عشان نبقى ايه بنتكلم. هثبت لك. اتفضل. حضرتك دلوقتي بيوسع التوسيع من ناحيه الشرقيه مش من الناحيه الغربيه. من ناحيه اتجاه اسرائيل، صح ولا غلط؟ مظبوط معايا ولا لا؟ اتفضل. التوسيع من الناحيه الشرقيه مش من الناحيه الغربيه. فالرغم اللي بياخده من التوسيع دي بيعمل له خط بريف جديد اللي احنا كان في حرب اكتوبر مش عارفين. ده رقم واحد. السيسي موت 6000 واحد وحرق جثثهم في رابعه، برضك دي الصور. السيسي طلع كل المجرمين، كل اللصوص القديم اللي هو الحكم القديم طلعوا براءه، برضك ده السيسي. كل ده اللي عمله كويس كل يوم. ما هو الكلام ده كله يا مصطفى مردود عليه، هيقول لك القضاء هو اللي عمل كده، السيسي ملوش دعوه. بالنسبه لمشروع قناه السويس بيستدعي كده، بالنسبه اللي حصل في الرابعه دول ارهابيين، يعني الحاجات دي بيترد عليها. الارهابي ده المفروض زي ما كل يوم بيعملوه يقول لك ايه، احنا موتنا على 5 ارهابيين في سيناء و7 ارهابيين. اي واحد عاقل وظابط، ظابط عاقل عاوز يعرف القصه دي كلها يقبض على واحد، مش كل يوم يطلع يقول لك ايه احنا موتنا 7 من التكفيرين، 7 من اخواننا مش عارف ايه، 7 منين. قتل وبس، هو بيقتل وبس. كل واحد بتاع. طب والطلبه اللي 11 اللي عنده 11 سنه ولا 12 سنه دول ارهابيين، وال 15 سنه الطلبه اللي في المعتقلات دول برضك ارهابيين. دي حاجه. الحاجه الثانيه حتى اللي يقول لك ظبطوا العيش، ظبط العيش، شال التموين، شال التموين برضك. ده من ضمن الحاجات السيسي اللي عاملها كويس. حاجات كتير قوي راح يضرب في ليبيا. ليه ليبيا؟ ما يروح يضرب في سين برضك. يقول لك احنا نحارب داعش، هو بيجيب داعش. الراجل دوت عاوز يثبت الكرسي بتاعه باي شكل من الاشكال، وبناء عليه عمال يقول لك احنا عندنا ارهاب ارهاب، وهي دي اللي هتوقعه. لان كل ما يقول ارهاب، الناس اللي هي الاقتصاديين، الناس اللي عاوزه تنزل تعمل مشاريع هتعمل مشاريع. الناس اللي هي جت عن طريق امريكا، ال 160 واحد من الغرفه التجاريه الامريكيه دي اكيد دي تبع اليهود وبيلحموه، لان ما فيش واحد منطقي عاقل منطقي كده بيجي يقول لهم فلوس اهي تحت ضغط في الشارع كلها مدرعات ودبابات وثوره ومظاهرات وكده. شكرا لك يا مصطفى وجهه نظرك. معنا نادر من كفر الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هو انا هقول لحضرتك يعني بالنسبه لي انا على المستوى الشخصي، انا قاعد في الدسوق، مدينه الدسوق في الشيخ. مدينه اسمها ايه معلش مش سامعك؟ الدسوق. الدسوق يا فندم. تمام. الدسوق على مستوى المدينه بيتم مجهود وتطوير ومجهودات رئيس الوحده المحليه بيقوم بيها، والوحده المحليه نفسها بتقوم بيها، شغل جديد ما حصلش قبل كده. طيب ده ممكن اكون شايفه قدامي. ده اللي ممكن اكون شايفه قدامي. طيب تقدر يا استاذ نادر تصور لنا الكلام ده وتبعته لنا عشان نعرضه؟ طبعا، وابعت لحضرتك في المناطق المطوره، وابعت لحضرتك الاماكن اللي بتعمل فيها شغل كويس على مستوى البنيه الاساسيه وعلى مستوى الرسم والكلام ده كله. بس هي الفكره في حاجه بعد اذن حضرتك. انتوا فعلا الاصوات الناس معاكم خير، يعني اللي عايز يقول حاجه بيقولها بمنتهى الحريه. لكن المشكلة مش في برنامج صوت الناس اللي بيدي للناس فرصة يقولوا آرائهم مثلا، أو يخطوا عيون الأحداث اللي موجودة. أنا بنتكلم بالنسبة للكبيرة بس على البرامج الإخبارية والتقارير الموجهة. يعني هي المشكلة كلها تصفيق السوق في ناحية واحدة بس. وبعدين أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة. النظام القديم زي ما الأخوة المتصلين بيتكلموا، مش بس ورقة النظام القديم، ورقة الأقباط، ورقة عدم تنمية الصعيد، ورقة أهالي سينا. كل نظام بيجي يمسك البلد دي بيضغط بالكلام ده وبيزيد فيه على النظام الثاني. انا عايز اقول لك على حاجه، حسن مهلك ممثل في جمعيه ابدا اللي كان موجود مع الاخوان المسلمين، عايز اقول لحضرتك 80% من اعضاء جمعيه ابدا دول رجال اعمال من النظام القديم، يعني ما حدش زاد على الثاني بقى في النظام القديم ده. الناس دي موجوده في عصر الاقتصاد. الحرفه عندي انا كنظام ان احيدهم عن اي اتجاه سياسي وابعدهم عن اي ابواب فساد ويمارسوا اعمالهم في الاقتصاد المصري اللي هم عصر بعيد عن. شكرا لك نادر من كفر الشيخ. معنا احمد من السعوديه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذي الفاضل، يعني مش عارف انتم مسلطين الضوء دايما على السلبيات ومفيش ايجابيات خالص. طيب يعني هل حضرتك يا استاذ احمد الايجابيات؟ اتفضل. عايزين نسمعها من حضرتك. انا اقول لحضرتك. اتفضل. استاذ الفاضل، الجزيره انا من سنه 99 يمكن قبل انتم ما تعرفوها
وانا براسل الجزيره وكنت بعمل برامج في الجزيره. انا فقدت الجزيره يمكن من 2007 بسبب حمد بن جاسم. الجزيره ما عادتش هي الجزيره اللي كنا نعرفها. انتوا يعني عاملين جزيره مغلقه. طيب خلاص قلت رايك في الجزيره، قلت رايك في الجزيره، عايزين نعرف رايك بقى ايه هي الايجابيات اللي حضرتك اتكلمت عنها اللي هي في مصر دلوقتي. يا اخي البلد ماشيه، انا مش في خلال 3 شهور يمسك رئيس. طيب قول لنا البلد ماشيه في ايه، انا عايز اسمع منك بس مش اكتر. ماشيه في اقتصاد، ماشيه في تطوير مشروعات قوميه، ماشيه في اصلاح اراضي، ماشيه في كل طيب. شيء. طيب انت عارف، انت عارف، ما اعرفش انت متابع كويس الاخبار ولا لا، انت عارف ان في حاجه اسمها صندوق دعم السلام الدولي. الصندوق دوت بيعد تقرير سنوي وتصدر او تصدر مجله فورين بوليسي الامريكيه بتصدر هذا التقرير، وده بيبقى خاص بالدول الهشه. كان زمان قبل 2013 كان بيسمى الدول الفاشله. مصر حصلت على المركز 31 من ضمن حوالي 180 دوله. طبعا الدوله رقم واحد دي اكثر دوله فيها هشاشه. مصر حصلت على الدوله على الرقم او الرتبه 31 في حين ان ليبيا حصلت على المرتبه ال 41. حبيبي إيه يا رأيك؟ حبيبي الوضع اللي موجود في مصر حاليا خارجيا في محاربه، في فلوس اموال بتندفع لووتش، في فلوس بتندفع لمنظمه دوليه عشان تشوه مصر. بس صدقني صدقني البلد ماشيه خطه سريعه، ولا عمر تظاهرات الكلام الفاضي اللي بيحصل، ولا طلبه هيكسر اي شيء. البلد ماشي، احنا بندور على وطن ما بندورش على نظام، احنا كلنا بندور. طيب على ما هو انت بتقول كلام مرسل دلوقتي يا استاذ احمد، انت تقول الدوله ماشيه. انا عايز اعرف ماشيه ازاي طالما انت شايفها ماشيه. صح اقتصاديا ماشيه بطريقها الصح، امنيا ماشيه بطريقها الصح. طب ايه هي المؤشرات على كده؟ ايه هي المؤشرات على كده ان هي ماشيه صح؟ مؤشرات ايه بس؟ عايز ايه يعني؟ عايز دلوقتي الراجل شغال. انا مش عايز حاجه، انت اللي بتقول وانا بقول لك عايز اعرف منك. بقول لك انا اهو بقى كل حاجة انتم مسودينها، يعني ما متابع برامجكم من ساعة مصر الليلة. ما احنا عايزين بقى، عايزين حضرتك، عايزين حضرتك ترد على الكلام دوت اللي الناس بتقوله. في ناس شايفة ان الدنيا سوداوية، حضرتك ان شايف ان الدنيا كويسة، وبالتالي لازم نقول دليل. يعني تقول لي مثلا والله الامن كان عندنا بيحصل عمليات سرقة دلوقتي ما بيحصلش، كان عندنا مش عارف، عايزين نسمع حاجات زي كده يعني. طيب ما انا هقول لحضرتك اهوت دلوقتي، هقول لك على حاجة. الاخوان بالنسبه للاخوان اول ما ينتمون اليهم او متعاطفين معاهم، والله لو البلد بقت امريكا الثانيه حاليا في الفتره ديت هيقول لك ده سودة. ادي حاجه. الحاجه الثانيه، الامن كان سقط، هم عايزين يسقطوه ثاني، مش هيسقط. الامن شغال في قانون يا اخي. انا اطلع مظاهره اطالب بحقوقي في قانون بقول لك في جميع انحاء العالم، بقول لك ادي تصريح، قول ايه مشاكلك. ما القنوات المصريه مع جابر القرموطي وغيره بينتقد اي سلبيات موجوده في وزاره الصحه وغيره وغيره وغيره، انتقد بس ما تدش في البلد. طيب ما هو يعني احمد ماهر لما راح ينتقد اتقبض عليه مثلا من 6 ابريل. مين احمد ماهر؟ هل انتوا ما او مالوش دعوه بالاخوان مثلا يعني؟ علاء عبد الفتاح نفس الموضوع. يا استاذ الفاضل انتوا للاسف ما بتشوفوش مئات الاف الفيديوهات اللي ظهرت. طيب شكرا ليك احمد من السعوديه. نذهب مشاهدينا الكرام لهذا الخبر، حيث اشتكى عدد من منتجي العسل بمحافظة دمياط من رخص سعره في السوق المحلي ووجود أو المحلية ووجود فارق كبير في الأسعار بين المحلي والمصدر، حيث إن سعره في السوق المحلية يعادل 30 جنيها فيما يصل سعره حين تصديره لمئات الجنيهات. كما اشتكى منتج العسل من ضعف التسويق المحلي له وإغلاق باب التصدير إلا في أوقات بسيطة كل عام، وهذه عينة من آراء العاملين في تلك المهنة حول هذه المشكلة. أسعار العسل في السوق، العسل طبعا نقص جدا، عندنا هنا كيلو العسل ب 30 جنيه بينما احنا بنصدره لدول تانية او كده بنصدره ب 30 جنيه، هما بيبيعوه ب 500 جنيه و 600 جنيه، ففي فرق طبعا. طب احنا نجيب تكاليف العسل ازاي؟ نجيب مصاريفنا ازاي؟ نعيش ازاي؟ نصرف على شغلنا ازاي؟ ودي المهنة الوحيدة اللي بناكل منها عيش ومنها اكل عيش. اكبر المشاكل اللي بتواجهني بالنسبه للنحل تعتبر تسويق منتج العسل، لانه بيعتبر ده يعني عامل رئيسي بالنسبه للنحل، فان ما تسوقش يبقى ده اكبر مشكله بالنسبه للنحال. فيه برك تصدير بس ما هو شغال على فترات السنه، يعني شهور معدوده يعني اللي بتبقى فيها التصدير. بقيت السنه يعتبر العسل منتج رئيسي بالنسبه ليه، فان ما تسوقش ممكن يفضل عندي
فترة كبيرة من السنة للسنة ما يتباعش، يبقى الواحد يفضل شغال طول السنة ويصرف الطن 4000 جنيه أو 4000 ونص لغاية 5000 جنيه في بعض الأوقات، تيجي تبص تلاقي الانتاج طلع وفي نفس الوقت ما تسوقش، تبقى دي أكبر مشكلة بالنسبة لأي إنسان شغال في النحل عموما مش شرطني، فبتبقى عامل عبء كبير جدا 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 بالنسبة لأي واحد فيني. فلو السوق يقدر يشتغل كبيت، يقدر يصرف على الأسرة، يقدر تمشي ربنا يصلح الحال وتبقى فيه دخل جاي، لكن إن وقف تصدير العسل أو بالنسبة لإنتاج العسل إن هو يصدر أو يسحب أو بأي طريقة ما، فبتبقى ديت مشكلة كبيرة جدا. طيب معنا محمد من الدقهلية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا أستاذ توفيق؟ أهلا بك يا أستاذ محمد. والله من خلالك كمصري مش عابد عن الموضوع، انا بتكلم على اللي يعني المثل المصري بيقول اللي فات قديم وتاه. كويس. بحيي روح رئيس الجزائر الرئيس المحترم هواري بوميديان الذي يعتبر من ابطال حرب اكتوبر، ومدير قناه الجزيره الاستاذ المحترم مصطفى سواقه، نرجو أن يضع برنامج وثائقي عن دور الرئيس الجزائري في نصر أكتوبر. وبقول له الفرق بين موقف الجزائر في حرب أكتوبر وموقف مدير قناة الجزيرة الذي يبث يوميا كل هذا الكم من الحقد والغل والخراب. طيب احنا كده انت دخلت في يعني دخلت داخلة وعايز تطلع من الناحية الثانية. طيب محمد من الدقهلية. محمد من المنيا. الو. اهلا يا استاذ محمد، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ممكن لو سمحت تسمعني من التليفون بس ووطي التلفزيون. ازيك يا استاذ توفيق؟ اهلا بيك يا استاذ محمد. اخبارك يا راجل؟ بقول لك يا استاذ توفيق، اتفضل. والله انا حزين على وضع البلد. والله يا استاذ توفيق امبارح على قناه البلد ولا صدى البلد الاخ مصطفى بكري جاي بيكلم واحد بيقلد ابو فوده، يعني نسمع هنا واسمع، يقول لي السلام عليك يا استاذ مصطفى، يا اللي ابوك مش عارف ايه، يحيى السيسي بطل السيسي، يقيد الاخوان ويهركهم وهنقتلهم وهندبحهم الكلاب ولاد الكلاب ومش عارف ايه والكلام الكلام. ويطلع الثاني ابو فودة عندك يا ابوي يقول لك يا السيسي لم البلد ولم، حرام عليك يا مش احنا عايزين نبعد عن الكلام ده. ده حرب، ده بيحارب من هنا، انتوا تطبلوا من ناحيه ودوك يطبل من ناحيه، انا مش عاوز الكلام ده يا استاذ توفيق، احنا عاوزين نبقى حياديين. يعني انا الموضوع ده العسل دلوقتي ماشي يا استاذ، انا تاجر في عسل، الراجل الخلبان كويس ان كيلو العسل ب 30 جنيه، انت مستغل له عشان الناس الراجل الخلبان ياكل، هو العسل ده بياكل منين؟ ده داير ياكل زهور في من قوت ربنا. فيعني احنا انا برضك نعمل تقرير، فيعني احنا مش بنتكلم، بنتكلم معايا يا استاذ توفيق. اه اتفضل يا استاذ محمد، اتفضل سامعك. انا بكلمك، انا مش عاوز ده يقول لك ينعب الاخوان، وده يقول لك ينعب مش عارف ابو السيسي، وده ينعب ابو مش عارف فين، الكلام اللي ملوش لازمه ده. كل واحد تفتح القناه ده تلاقي ده ما يخبط ويشتم، وده واحد يقول لك انتوا قطريين انتوا مش تستحقوا القتل وتستحقوا الكلام. معلش يا استاذ محمد، دي بتبقى اراء طبعا، يعني انت عارف ان احنا دايما بنرفض او يعني فكره الشتايم او السباب او كده، لكن في الاخر اللي بيقول رايه بيقول رايه، احنا مش هنمسك السنه الناس، يعني كل واحد هيقول رايه براحته في حدود الادب. لما أشكرك شكرا جزيلا محمد من المنيا. للأسف انتهت هذه الحلقة، بالتأكيد حلقات أخرى في الأيام القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.